تعالوا شوفوا كيف هحول كيك جبته من السوبر ماركت لكيك يكون على ستايلي وذوقي. اول شيء بدي اشيل كل التزيين يلي موجوده عليه كله هذا الاحمر، وبدي اشيل كمان الكريمه مشان ارجع احط عليه كريمه جديده فريش انا بكون عملتها بالبيت. بملسه شوي برجع بحط عليه الكريمه. قررت اني اعمل لونه بنفسجي بيربل لانه من الواني المفضله. اول شيء غطيت من فوق وبعدين على الجنب. الي زمان ما زينت كيك بالبيت، دائما عم زين بالبيكري. وهلأ بدي ملسه بسكريبر على الجنب. تاني مرة حطيت على السكريبر مي سخنة لتكوي الكيك وبحطه شوي بالبراد ليجمد. برجع بشيل الزوايد من فوق. وهلأ بالكريمة بدي أعمل شكل الورد البيضة يلي بيكون اللب تبعها أصفر، وبدي غطي كل سطح الكيك وجنبه بنفس الطريقة. وهيدي النتيجة النهائية، شو رأيكم فيه؟